على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا أيام ست الستات. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت إطلاق مسابقة الأم المثالية لسنة 2021. كل سنة وكل الأمهات طيبين. وطبعا أنا عارفة أن لسه بدري، لكن هو ده بقى ميعاد التقديم، لأن بالفعل فتحت باب التقديم بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية، والأول مرة هيتم اختيار أم عندها أحد المشروعات الصغيرة. وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباش، دكتور نيفين قباش، قالت إن احتفالية عيد الأم بتعد تقليد مهم جدا بتحرص عليه الوزارة ومصر كلها، طبعا بتحرص على إقامته سنويا والاستعداد ليه من بدري، نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للأم المصرية وللمرأة المصرية اللي بتعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح. وإحنا هنا طبعا في ست الستات بنتمنى التوفيق لكل أم مصرية، سواء كسبت بقى في المسابقة أو ما كسبتش. كل أم في الدنيا كلها بتستحق التقدير والاحترام، وألف جايزة وجايزة. طيب ندخل بقى في الحلقة النهاردة. معانا بوبس هنبدأ بيه دم خفيف عن استدعاء ولي الأمر. طبعا انتوا فاكرين حضراتكم ان ده بعبع الطلبة، يوم ما كان اي حد يجي البيت كانت بتحصل له حالة طوارئ، يعني لو عنده استدعاء لولي الأمر. كلنا عندنا هاجس او ذكريات مع الموضوع ده. تعالوا كده نعرف اكتر من الشارع وآراء حضراتكم لما بيجيلك دلوقتي استدعاء ولي أمر، بيكون ايه تصرفاتك تصرفك أو تصرفك، وهل جالكوا أصلا ولا لا؟ تعالوا نشوف. حضرتك جالك قبل كده استدعاء ولي أمر وأنتي صغيرة؟ كتير جدا، بس انا كنت بخاف من بابا جدا، فكنت باخد عمي. خبيت عليهم وخدت حد كبير في السن صاحبي على اساس انه ولي امري، وراح معايا والموضوع خلص والحمد لله عدى على خير. لا انا لا، بس ولادي على طول. يعني بجيب واحد صاحبي كبير شويه يعني عني وبقول انه ولي امر، عشان والدي يعني كان صعب شويه يعني ان اقول له. لا مش كتير يعني، هي بتيجي اختلاف اجيال بقى، يعني احنا جيلنا غير جيلكم، غير الجيل اللي موجود دلوقتي. يعني الجيل اللي موجود دلوقتي هتلاقي كل يوم والتاني جاله ساعه ولي امر. لا انا ما بلغتهمش اساسا. يعني اتصرفت بقى، رحت رضيت المدرسين وبتاع. لوحدي. بعد الفاصل يظهر الفقرة دي، زمايلي في الإعداد عاملينها لي مخصوص لأنها فقرة بتهمني شخصيا كدينا، وكمان بتهم ستات كتير، وهي عن فنون تصميم الكروشيه. الكروشيه بتبقى هواية جميلة أو شغل الإبرة بشكل عام، تريكو، كروشيه. النهاردة فقرتنا عن الكروشيه، هنستمتع بالفقرة دي، والمهتم بالكروشيه والأعمال اللي ممكن نعملها وإزاي ممكن نتعلم الكروشيه لو ما بنعرفش. هنعرف كل ده بعد الفاصل في ست الستات، خليكم معنا. رجعنا لحضراتكم، والحقيقة النهاردة معانا فقرة بترجع بينا بالزمن شوية. زمان أمهاتنا وجداتنا، يعني مش هنقول إن دي هواية اندثرت، لكن زمان كانت في كل بيت. يعني أنا مثلا جدتي اللي معلماني الكروشيه والتريكو والكروس ستيتش أو الكانوفا والحاجات دي، لكن دلوقتي كده تيجوا تقولوا لأولادكم ما يرضوش. لكن الفقرة دي للي بيحبوا. ليه؟ لأن كل الحاجات دي رجعت موضة في الشتاء، كل الحاجات الكروشيه والتوبات والايس كابس والكوفيات، كل ده موضة جدا جدا. وفي الصيف كمان الأقطان لما بتتعمل كروشيهات وشنط،
برضو موضة قوي قوي دلوقتي ولسنوات جاية بإذن الله ربنا يدينا ويدي حضراتكم العمر. النهاردة هنتعلم إزاي ممكن نعمل قطع من الكروشيه للأطفال وللكبار طبعا، وخصوصا إن الدنيا الأيام دي برد شويتين، ممكن نتسلى وإحنا بقى كورونا وقاعدين في البيت، بس نروح الشغل ونرجع نفضل قاعدين في البيت. إزاي نعمل كوفية، إزاي نعمل جوانتي، يعني على قد ما الوقت يقضي النهاردة هنحاول نتعلم شوية على الأقل أساسيات من الكروشيه، وما نروحش نشتري حاجات من برة، إحنا اللي نعملها بنفسنا وبطريقة بسيطة. معانا النهارده مصممه اعمال الكروشيه مدام شهيره. ازيك يا شهيره؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اولا انا مبسوطه قوي انك معانا النهارده، انا اكتر، وعلشان نلحق نتعلم منك حاجات الاول كده ادينا فكره، انت مش جايبه لنا كروشيه بس، انت كمان في ايموجرامي. مجسمات الايموجرامي بتخص الاطفال والكبار. طبعا في ناس هوايتها بس تعملها. هي بتبقى قطعه فنيه جاليري من عينات اللي زي كده. قولي لي كده، انت بدأتي من امتى؟ 20 سنة. برضو تيتا وماما معلمينك؟ ماما ربنا يخليها لي، هي اللي علمتني، وعمتي هي برضو كانت بتشتغل، والميس بتاعتي في المدرسة. وكان الموضوع واخدني قوي في اني انا اضيع وقتي في حاجات زي كده، اعمل توك، امسك الابرة. فكنت اكتف قوي في الموضوع دوت. فالحمد لله رب العالمين. الحاجات دي كلها يا شهيره طلعت رجعت موضه جدا تاني، يعني مثلا انا هديكم مثال علشان اللي هيبدا يشتغل للصيف، احنا في يناير فالوقت بيجري بسرعه، اهو مثلا طب زي ده لما يتلبس في الصيف على البحر، حتى كشميو حاجه، وممكن لو محجبات يلبسوا تحتها حاجه شيك جدا وسهله وموضه. قولي لي كده، واللي معاكي كمان سكارف للشتاء، يعني عايزاكي برضو توريه للكاميرا، ممكن خليكي زي حضرتك ما قاعده، خليكي زي ما انت قاعده وورينا برضو الحاجات. ممكن نعمل ده ياخد وقت مني قد ايه؟ يوم ويبقى معايا حاجه زي كده، ويبقى معايا قطعه هاند ميد خطيره جدا. وتختاري الالوان اللي انت عايزاها والغرز بالزبط. اللي انت عايزاها بالظبط. طيب قولي لنا بقى كده، هتعلمينا ايه النهارده؟ اتفضل حضرتك. نتعلم كول زي دي بالظبط، لانها بتبقى مناسبه للاولاد الصغيرين وللرجال وللكبار وحياتك وللبنات جميلة. وللستات، وبتبقى حاجه بسيطه جدا اهي. ايوه هي بتنزل الزراير دي بتنزل هنا لتحت. كده وبتبقى وعلى جنب كمان ساعات. تسمحي لي طب البسها لك؟ بصي علشان شعري بيعمل كهرباء، هي دي المشكله، انا افتكرتها بزراير. هي بتتفتح حضرتك افتحي الزراير. اوكي طيب اهو، وانت بقى علمينا. احنا بقى بنعمل الكروشيه ليه اساس الكروشيه غرزه السلسله، غرزه بسيطه جدا. وبصي بنعمل ايه، هو ده اللي بنبني عليه كل البروجكت ده. أوكي. ايا كان هو ايه، هي الغرزه دي هي اللي بنبني عليها كله. دي غرزه السلسله بالظبط. وبعدين الكروشيه كمان اصبح متطور جدا، بيتعمل منه قطع فنيه، براويز على الحيطه، ساعات، بنركب الساعه مكانه الساعه على القطع الخشب اللي متخرمه، وبنعمل قطع جاليري خطيره. يعني طب واحنا بقى بنتكلم كمان وشهيره بتورينا، انت دلوقتي في غرزه السلسله وبتبني عليها، مش كده؟ انا كده بعمل غرزه السلسله اهو. اوكي تمام، بعملها بالطول المناسب للسن اللي انا بعمل علشانه. بعملها مثلا 40 50 سنتي على حسب. لازم علشان اعمل القطعه دي، احنا بنحدد الطول على حسب انا عايزه اعملها دوران الراس او دوران الراس السن للرقبه او للراس بالظبط. الراس دوران الراس. اوكي بطلع الدور الثاني، لازم اطلع درجه عشان اطلع للدور التاني، ما ينفعش اشتغل كده على طول. لازم اطلع كمان تلاتة. اوكي على اني انا بعمل حاجة اسمها ايه، غرزة العمود بلفة. اوكي اهي كده وكده. طبعا احنا مش شايفين قوي برضو الغرزة، لكن احنا ممكن وانت بتشتغلي لنا علشان الناس، يعني بص نزلي ايدك شوية بحيث الكاميرا بتاعتها الكاميرا تجيب الشغل اهو. اوكي كدا. هل بقى في جربتي تعملي فيديوهات يا شهيره على الانترنت، على اليوتيوب، على
فيسبوك على الحاجات دي تعلمي الناس يعملوا ازاي؟ انا بعلم بناتي، عندي تيم وورك انا اللي بعلمه. وحابه قوي الموضوع بيني وبينهم كده، لان فعلا مع الشغل ده، لاني انا بشتغل هوايه وحابه قوي ان انا ادخل في الكروشيه لانواع تابستري مثلا. حاجه ثانيه في التونسي كمان، وتونسي وتونسي التونسي بقى الابره بتاعته طويله شويه، نفس ابره الكروشيه نفس السيستم بتاعها كده، بس هي ما بتطلعش من على الابره، هي تشبه قوي التريكو، مزيج ما بين التريكو والكروشيه. فحابه قوي ان انا اعلم البنات الصغيره الموضوع ده، هما كلهم بناتي كده ولادي يعني، فمش حابه بقى موضوع ان انا ابقى في قناه اكتر ما انا حابه ان انا بفرح قوي لما بنتي تيجي تقول انا عملت الشنطه دي، عملت الجوانتي ده، السكارف ده. لا بس ما تقوليش الكلام ده، عارفه ليه؟ انا بفضل ادور على فيديوهات مثلا لتعليم غرز، وبلاقي طبعا في ستات بيعملوها، لكن ما بلاقيش زي المواقع الاجنبيه، يعني عايزه مصريات يعلمونا الغرز اللي احنا بنحبها. عندنا ناس كتير هايله هايله وشرحهم رائع، يعني انا برضو اتعلمت حاجات كتير قوي منهم وتكات كتير ما كنتش ببقى واخده بالي منها من الشغل منهم. فيعني كل مستر لما خلق له، يعني في حد بيرفكت في ده في انه يوصل لي المعلومه وعن طريق مثلا شاشه، وفي حد لازم ابقى قاعده قدامه بالظبط كده، فايه بيفرحني اكتر ويساعدني؟ ما هو الكروشيه ده بيدي طاقه ابداعيه غير عاديه، غير عاديه بالفعل. انت بتعملي القطعه وبتبقي سعيده جدا. انا عملت الزرافه دي عشان بنتي قالت لي فيها ماما زرافه شفتها على اليوتيوب وعجبتني ومعموله كروشيه، حسيت ان انا بسيب لها رساله، هي شايفاني حاجه كبيره. فدي في حد ذاتها جابت لي انا تشارج كده في معنوياتي، فجري قمت عملتها، وهي كانت فخوره جدا ومبسوطه جدا بيها، ودي في حد ذاتها رساله بعملها بديها لهم عامل. لكن انت ما عملتيش من ده بيزنس؟ يعني انا بلاقي برضو على انستجرام وعلى فيسبوك ناس بتعمل شنط بتبقى تحفه وبتبيعها بسعر قليل، يعني بتسلي بتشغل ايدها بس كده. هل حاولتي انك انت تعملي حاجه؟ والله انا مش حاولت، هو جه لحد عندي سبحان الله، هي كده ظبطت معايا، حد عجبه الشغل وقال لي عايز كميه وعملتها وبالفعل سلمتها ولقيت نفسي قد ال ده. انت وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون بعد ما تخلصي بقى طبيخك وحاجاتك وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون وشغاله ايدك. وجميل قوي ان حد يبقى واثق ويقول الله حلوه قوي الفكره دي، جميل قوي ان بنتي تبقى عايزه تدي هديه لبنتها لاختها لزميلتها وانا اعمل الهديه واديها لها، قد ايه وهي بتقول دي ماما اللي عاملاها. يعني دي بقى بجد يعني في حد ذاتها يخليني اسيب الدنيا كلها واعملها لها لو ورايا ايه، علشان ماما اللي عاملاها. صحيح. بس معانا كمان صور لحاجات مدام شهيرة عاملاها، نبص عليها بصة كده وهي توصف لنا برضو. اهو ده ايه يا شهيرة؟ ده فستان؟ ده فستان بيبي عبارة عن ادوار، ودي بولورو صغير بوردة صغيرة، وال صدقوا دي هدية الاسبوع تبقى تحفة. بالظبط. في فستان تاني برضو مدخلة فيه اللولي مع اللكلوك الصغير بتاعه البيبي، وبيبقى قمر على الولاد الصغيرين. نشوف صور تاني كمان. اهو ده بناتي شوية، ده ست سنين. كان عبارة عن سالوبيت والشابو. عايزه اسالك سؤال، يعني احنا دايما لما بنيجي نفصل حاجه او بنشوف حد بيفصل حاجه بيعمل باترون وبيمشي عليه، هل الكروشيه نفس الحكايه؟ يعني لازم يبقى له باترون باترون معين باترون نمشي عليه ولا؟ طبعا باترون وعدد غرز، وازاي هنا ازود وازاي هنا انقص، في رسمه قدامي حرده زي القماش، حرده الباط، حرده الرقبه، الاسوره، نزله البلوفر، ازاي اقدر اقسم حته واسعه فوق مع حته ضيقه تحت، بغير بس مقاس الابره وهو يبقى الخيط زي ما هو. لا ما بتقلليش في الغرز، لا بس بتغيري. اقلل بس مقاس الابره، ودي بقى تكه كان يعني حديثه مستحدثه. الكروشيه بيتطور حتى في تصنيعه، حتى في طريقه شغله. يعني زمان كان ممكن نقلل عدد الغرز، فلقينا في كسره كده تكه تبقاش حلوه ومش مريحه للعين. صح. فبقينا نعمل ايه بقى؟ نصغر مثلا الابره. انا بشتغل بخمسه او باربعه،
اجيب ثلاثة او اثنين. بس طبعا مش المقاسات الكبيرة، يعني بتفرق في الحردات. هو زي انا عايزة اعمل حاجة متكسمة. زي البلوزة دي مثلا. زي الشال اللي احنا شايفينه لبيبي. أيوة. ده بيبقى ممكن كذا قطعة وتركبيهم مع بعض. هو قطعة واحدة بادئة من فوق. ونازلة بطريقة تزايد معينة. في مكان معين، ده اللي من الباترون. أوكي. هو اللي هيجيب لي الشكل المثلث ده في الاخر. هل انت بقى بدأتي تعملي باترونات لنفسك ولا لسه لغايه دلوقتي بتاخدي الباترونات من الكتب او اونلاين او؟ لا بعمل طبعا باترونات لنفسي. ازاي يعني؟ انا ببقى ماشيه على باترون، احس ان ايه، عينيا مش مرتاحه للمنظر الباترون غير الماتيريال اللي معايا اللي على ايدي. اقوم اقول ايه، طب انا هصغر دي وهلغي دي، او هعمل هنا عمود بدل هنا. زي السكارف ده مثلا، هو ما كانش كده اللي هو الملاو. خليكي ده. ده لا ده ده اوكي يشوفوا. ده فكرتي، ده باترون انا اللي عاملاه لوحدي. انا مشيت عادي خالص على الباترون الاساسي، وجيت هنا لغيت الفكره اللي هي عاملاها ان كله يبقى شراشيب. وخليته بهنا كده اتنين عشان ما يبقاش زي بتاع تيتا بتاع زمان القديم. ولو ان بتاع تيتا بتاع زمان القديم ده هو الموضه طبعا. يعني الغريب ان حاجات جداتنا بقت هي الموضه. بس بقى عارفه الصعوبه بلاقيها في ايه؟ في اختيار الغرز. لو انت عايز تعملي حاجه وانت عارفه انك انت عارفه مقاسها وان انت هتمشي ستريت عادي، بس انت عايزه فيها لعب. ايوه، عايزه اعمل حاجه فيها حاجه تلفت النظر. يعني زي مثلثات فوق بعض، الحاجات دي لاختيار المسافات والغرز. بالظبط. ده انت ممكن تعمليه. ما هو بالفعل ده اللي انا عاملاه مع حضرتك. أوكي. مع الشال دوت. لان هو كان نازل في الباترون وعلى الفيديو مش كده خالص، حته واحده. فانا لازم احط التاتش بتاعي، يعني مش هحس ان انا ابدعت. ومرتقه الابداعيه دي هتجيني من ايه؟ ايوه، من انا. من انا حطيت ايه هنا؟ صحيح. طبعا عايزه اقول لكم بقى، بمناسبه الشتاء واللكليك، ها بصوا بطريقه. ده اخد منك قد ايه يا شهيره في العمايل؟ ده ساعتين. ساعتين؟ ساعتين؟ ايوه. يمكن ده علشان انت مختاره خيط تخين شجعني قطيفة. اني اخلص بسرعه، واوريدي بقى انا حافظه الاعداد والدنيا تمام. وعارفه المقاس خلاص. اشتغلت ده يعني بتقيسيه ازاي؟ يعني بتقيسي بقى بالسنتي طول القدم؟ قد ايه طول الرجل؟ طول القدم بطرحه من العرض. على الحسب ده، على العدد اللي بيطلع لي، عدد السلاسل اللي ببدا بيها. ساعتين. ساعتين زمن، ويبقى عندكم حاجه زي كده. يعني ده لوحده كفايه انك انت تعملي ده، وبعدين بالليل تلبسيه بقى. في ساعتها والبنات تخطفوا من هنا، وده انا عايزه اللون دوت مش عايزه. لا، روح بجد في البيت. بالذات في الفتره اللي احنا فيها. جميل قوي انك تسيبي لاولادك رساله عمليه ازاي يستفيدوا من وقتهم. وازاي يستغلوا وقتهم، وازاي يشاركوكي ويناقشوكي فيه. وفي حد يقول لك لا لا لا، ده مش حلو، ده مش عاجبني، اعملي ده بداله. حلو قوي، معاكي. بس الجيل الجديد طالع مش يعني مش متكيف مع موضوع الكروشيه قوي، يعني مع ان بيحبوا يشتروا الحاجات الكروشيه. الشنط، اننا بنتكلم عن الشنط، هقوم بس معلش مره ثانيه. اتفضلي. ادي الشنطه. انت هنا عامله كمان شنطه لهدوم البيبي. شنطه لهدوم البيبي، ده ايه؟ ده مش كروشيه طبعا. لا ده لا، ده حاجه كده. ده احنا بنركبها قطعه كده، هي بتيجي جاهزه، احنا اللي بنركبها جاهزه. انت مش عاملاها ليه؟ لا لا، ما ممكن اعملها، بس انا ده حابه ادخل جلد مع غاليين جدا. جلد مع القطعه دي. القطعه دي اللي هي زي التاباستري، تقليد الكروشيه التاباستري. اوكي. بس هي اوريدي جاهزه في خامه تانية خالص، فانا دخل خامه، ثلاث خامات مع بعض، جلد مع قطيفه مع كليم. حلو قوي. يبقى انا عملت ايه، ميكس كده بين كذا حاجه، في الاخر طلعوا لي النتيجه دي. اوكي، وريني بقى اللي في ايدك. وصلنا لغايه قد ايه؟ اهو كده وصلنا. لا بس على فكره شهيره هي اللي سريعه، يعني يعني هي علشان بالممارسه بتبقى اسرع. ما هو ده بقى التكه اللي حضرتك بتتعلميها من الباترون، لما تقولي ازود هنا او انقص هنا او الغي دي، على حسب القطعه اللي معاكي، لانك خلاص بقيتي بروفيشنال في الحاجه دي. طبعا. وفاهمه انت بتعملي ايه. سؤال بقى. فضل. دلوقتي علشان اختار الخامه الحلوه الكويسه اللي تنفع للي انا بعمله،
ايه شروطك في الخامه؟ يعني طبعا احنا عارفين ان القطن ده للصيف، الصوف بقى كان مغاره علي بابا اتفتحت، في انواع واشكال يعني سمك. انت بتحبي تشتغلي بايه؟ اولا السمك على حسب البروجكت اللي انا بشتغل فيه، يعني انا عايزه مثلا كول صغير وتدفي وتقيل ويخلص بسرعه، فاضطر اختار السمك ده مثلا. انا بشتغله مثلا برقم 6، في ناس تشتغله برقم 7، بس انا حابه ده عشان يبقى يعني مضغوط شويه. حاجه تاني البلوفرات او الصوف ده، الصوف الرفيع ده هو ارفع من ده شويه، بس انا برضو عامله غرزه مفرغه عشان مش عايزاها تبقى تقيله، السكارف ما يبقاش تقيل، والا يبقى بطانيه ما يبقاش سكارف. ايوه، فلازم يبقى خفيف جدا. فلازم يبقى خفيف شويه عشان يديني نتيجه كويسه. ايه اصعب حاجه عملتيها؟ التباستري والايرلندي. ايه الايرلندي؟ كروشيه اسمه كروشيه ايرلندي. لا ده انا هجوجلت على طول دلوقتي بعد ما نخلص الفقره. ايه الايرلندي؟ الايرلندي عباره عن وحدات بنجمعها، بنعمل كل وحده لوحدها كشميره ورده، بس معموله بطريقه معينه بتسمح لي بالتشبيك في الاخر بخيط ساده، يعني انا بعملها الوان وفي الاخر بتديني لوحه فنيه. اوكي، بالفعل لوحه فنيه. هو عامل شبه ده ممكن تعمل بيها لبس ولا هي لوحات؟ سواريهات. سواريهات، ده للسواريهات، لان طريقه التشبيك اللي احنا بنشبك فيها زي الفيليه او التول، وبنشبك الوحدات دي بداخلها ايرلندي بالظبط، فهي بقى اللي بتشيل الفيليه ده. هو ده ممكن يقعد معاكي شهر بتعمليه؟ ها والله بقى انا وشطارتي يعني. لا انا متفرغه. شكلك شاطره، شكلك شاطره. لو انا متفرغه هعمل. انا بشكرك انك انت النهارده اديتينا هوايه حلوه نلعب بيها في البيت، نفيد بيها اولادنا. هتبصي تلاقي جوزك بيقول لك اعملي لي طاقيه، طبعا اعملي لي ايس كاب، اعملي لي شرابات، اعملي لي يعني. برضو في حاجات ممكن الست تعملها. جميل قوي ان حد، ان حضرتك تلاقي حد مستنيكي تعملي له حاجه بحاجات بسيطه قوي. بالظبط، يعني انا مش بتكلف اي حاجه وما بقصرش في بيتي، فالدنيا تمام قوي. جميل قوي ان ماما تفرح قوي لما تلاقيني عامله حاجه، الله جميله قوي، تسلم ايدك. يا سلام، دي عندي بالدنيا كلها. احلى هديه اللي تعملها بايدك او تعمليها بايدك. شهيرة بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في ست الستات، وطبعا ان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية كمان نتكلم على مشروعات تانية، وازاي ممكن ان احنا ما يبقاش بس تسلية في البيت، لا نعمل حاجات ونعرضها ونعمل مشروع كده صغير على قدنا بحيث الناس كلها إن شاء الله تشتغل من بيتها. بشكرك شكرا جزيلا. ألف شكر. بعد الفاصل فقرتنا الطبية، خليكم معنا. ووصلنا مع حضراتكم لفقرة التخسيس والرشاقة والجمال طبعا مع دكتور دعاء سهيل، اللي واضح جدا ان شاء الله ان السنة دي هتكون مليانة بإذن الله بالنجاحات زيها زي 2020 وأكتر بإذن الله، وتكون سنة جديدة كده وحالات ونماذج تفتح النفس على التخسيس وتدينا أمل في إن كل حاجة ممكنة، حتى إننا نفقد الوزن بكل سهولة. وعدتنا دكتور دعاء بإن مبادرة 2021 هتكون مختلفة، لأنها هتناقش مشاكل سمنة الأطفال، وهي دي البذرة يعني اللي بيبقى وهو طفل بيعاني من السمنة، أكيد لما يكبر عدد كبير جدا منهم هيعاني برضو من السمنة، ودور الأم بقى في تغذية أولادها وإزاي ممكن تتعامل مع طفل عنده زيادة في الوزن. والنهاردة بدأنا الحديث عن مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء. معانا حالة واقعية جدا، معانا عبد الرحمن، هو مش طفل خالص، هو 16 سنة، خس من 135 ووصل ما شاء الله لا قوة إلا بالله 108 كيلو. وياريت كل أم تتابعنا النهاردة وتشارك في المبادرة الجديدة وتتواصل مع فريق دكتور دعاء عن طريق صفحة فيسبوك أو الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. وكالمعتاد قبل ما نبدأ خلونا نرحب بدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية والحاصلة على الدكتوراه من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، ويمكن هي أول واحدة أسست لفكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية
غذائيه على النمو الجسمي. بنرحب بيكي دكتور دحر. اهلا بحضرتك استاذه دينا. اخبار حضرتك ايه؟ اعذريني قدمت سامح صح؟ عبد الرحمن انا اسفه بس ممكن تقدمي لنا والدته؟ اتفضلي حضرتك قدمي نفسك. انا مدام علا احمد مامه عبد الرحمن. مامه عبد الرحمن اهلا وسهلا بيكي منوره. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب دكتور دعاء طبعا قبل ما نبدا زي ما بنقول كده المبادره الجديده اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء. ممكن تديني فكره عن المبادره الجديده وهيبقى نطاقها بادئ ازاي معاكي؟ اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء انا عايزه اعمل بنيه تحتيه يعني وطبعا ان انا علشان الطفل ينشأ منذ الطفولة لا يعاني من زيادة وزن فأكيد هو شاب لا يعاني من زيادة وزن يتقدم به العمر لا يعاني من تبعيات ما بعد السمنة. علشان أضبط إن أنا المجتمع بتاعنا يتخلص من الظاهرة وأقول ظاهرة لأنها ليست معتاد عليه لو جبنا الإحصائيات قبل 10 سنين احنا ما كناش بندخل الإحصائيات الدولية معاناة من زيادة الوزن. معنى ذلك ان احنا حصل عندنا اكيد العديد والعديد من السلوكيات الخطأ مما نتج عن هذه السلوكيات زيادة وزن وشريحة الشباب مع كل أسف هي أكثر الشرائح المتضررة والتي تعاني من زيادة الوزن داخل المجتمع بتاعنا. هنقول ان عبد الرحمن 16 سنة يعني هو سايب الطفولة وبداية الشباب. بداية الشباب كمان عبد الرحمن حظه حلو وأتمنى كل الشباب والأطفال يكون حظهم حلو زي عبد الرحمن إن عنده بيئة محيطة بيه حاسة بخطورة ومدى خطورة السمنة على مستقبله. وده أدى لإيه؟ إن تواصل والدته وإصرارها على إن ابنها يكون شاب مثالي وصحيح البنيان. بدأت معانا 2021 والنهاردة بجني أول ثمرة في مبادرتي أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء بوجود عبد الرحمن ومامته. ومامة عبد الرحمن كان عندها وعي ولذلك تواصلت والولد ما شاء الله ما شاء الله شاب زي القمر خاسس ما شاء الله 16 عليك. سنة بيفكرني بمين؟ بأدري. أيوة. ومحمود صح أدري ومحمود السن كان لينا سوابق هنا في البرنامج مع شباب زي الفل الحقيقة وأدري وما شاء الله النهارده هم مثبتين بقالهم سنتين وثلاث سنين وأقدر أجيبهم الحلقة اللي جاية علشان نعرف إن اللي بيزيد وزنه وبيخس ما بيرجعش تاني. لو نشوف عبد الرحمن قبل تخيلي حضرتك الشكل إيه ده يا عبد الرحمن ده؟ انت مش انت انت مش انت وانت تخين على فكره ده ممكن تقوم تقف لنا ثانيه على فكره انت محظوظ جدا كنت بقول لا ده في تركيب انا ابني مش مصدق هو ابني وانا مش مصدق انا مش مصدق نفسي اساسا انا ما بيوريني الصور مش مصدق معقوله انا اللي بشوف صوره وانا مش مصدقه عشان كده اصريت ان انا اجي اقول لكل ام لا صدقي فعلا علاج الدكتوره دعاء فعلا 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 انا بتكلم بكل صراحه وكل ام عندها ابن سمين او تخين تبادر وتلحق ابنها بدري صح سياده الرئيس ده وعي سياده الرئيس لما قال مش هيخش جامعه تحت ال 70 كيلو فوق ال 70 كيلو انا صراحه قلت مجهودي وتعبي السنين دي ست سنين ابتدائي واعدادي وهدخله ثانوي هو اولى ثانوي ما شاء الله عليه في اولى ثانوي طب انا هتعب معاه ثلاث سنين وما يخشش كليه هو حلمه انه يخش كليه ايا كان بس هو ليه طموح معين عبد الرحمن متفوق دراسيا ومعانا شهادات بفرنسية بره معاه شهادات تقدير ومتصور فيها ما شاء الله عليه هو الوحيد عندي يعني انا جايبه ثلاث اولاد ثلاثه صبيان وبشتغل انا فاتحه بوتيك صغير على قدي وبشتغل فيه ومعاه ووقف معايا وبيشتغل معايا بس وقفتنا في المحل والاكل والحلويات الفاست فود لكن وقعدك. عندي سؤال عبد الرحمن اللي جه قال لك يا ماما انا زايد لا. ولا انت اللي قلتي له لا انت مش عاجبني كده انا ثلاث سنين اعداديه لما زاد بعد الابتدائيه زاد زاد قوي والجسم زي ما شفتي كده انا بشوفهم بحزن لان انا عندي سكر وضغط وبعاني مش قادره اقوم من مكاني اعمل شغل بيتي فعارفه ان هم هيوصلوا للسن ده هيتعبوا كده معايا التاني بره هو خايف ومش راضي ورافض وكان خايف
لما شاف اخوه النهارده جاي يقول انا مقتنع 100% ان انا عملوك تجربه. هو التجربه انا خفت على نفسي بامانه، خفت اخد العلاج لان انا عندي الضغط والسكر، قلت طب انا هعمله هو سنه صغير ويقدر يستحمل اي صدمه اي حاجه فهنشوف شهر. مش مصدقه كلام التلفزيون ده بامانه، انا مش انا جاي عشان اقول الكلام ده. انا ما بشوف قبل وبعد اقول ايه ده، مش ممكن مش هو ابني. انا بقول لكم ابني اهو، انا مش مصدقه. اما بشوفه الصبح اقوم من النوم كده قدامي رفيع، هو خس عن كده ورجع، بس احنا ظروفنا الايام دي مع الكورونا المحلات نامت والبيع وبتاع. لا انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ما قدرتش اجيب له الشهر ده. لا لا فكل انا هتحمل، ما خدش تسبيح. شوفي بقى انا هتحمل، رب خليكي اخوه على نفقه الشركه وحضرتك علشان نبدا مع بعض، عشان بعد ثلاث شهور كده اجيب لك مامه عبد الرحمن بقت ايه قدام الهوا. انت بكوره او اول المبادره، خلي بالك، فانت عليك مسؤولين وكده. كان شكله وحلو. طب استاذن حضرتك عايزه اسمعه هو بقى، انت لما ماما قالت لك انت مليان يا عبد الرحمن مش عاجبني، اول ما كنتش مصدق اصلا مش بيرضى. العلاج هيعمل معايا نتيجه خالص، هو ما كانش بيرضى يمشي على اي نظام تخسيس. اقول ابدا انا واعمل اكل وكله معايا، ما يردوش ايه القرف ده، مش عارف تعمل معانا نظام رجيم وكده، ويمشوا شهر يسيبوني اكمل وكده، يسيبوني وياكلوا من ورايا. فلما انا قاعده فجاه كده قدام التلفزيون لقيت دكتوره في برنامج برضو وبتتكلم، انا قعدت يعني خدني كلامها قوي، كلام معلش انا اسفه، خدني كلامها قوي قوي، وبعدين استنطت. طب ايه اللي هيحصل يعني لما اجيب لهم شهر معلش من مرتبي؟ عايز اقول لكم، انا عايز اقول للجمهور ان هو وفر عليا فلوس العلاج، وفرت أيوة فلوس الاكل بامانه. ما تستغربيش، انا ست بلدي وبتكلم بتلقائيه. أنا فلوس العلاج انت كنت بتاكل جانك فود، بتاكل عبد الرحمن قدام الناس كلها والعالم كله، كان نروح الساعه 9 بالليل. ما تقوليش انواع سندوتشات بس، يعني واكلين في الشارع قاعدين في محلنا بناكل. اقول لك كنا زي ما كنا كتير، ونروح طريق 10 دقايق من المحل للبيت. انا كنت باكل بالحله. ماما انا جعان، عارفه واحده مهدوده طول النهار في شغلها وعملت اكله واشترينا اكل جاهز خلاص بقى عشان انا عن نفسي تخينه اهو، بس كلت خلاص هنام، اعمل اي شغله كده في البيت وبتاع. زي اي جعان. انت بجوع تاني بالليل؟ جعان. كنت كل ساعتين كنت ممكن اكل جعان. كل شويه بيقول لي كل ساعه كان يقول لي جعان. اذا احنا دايما نقول دلوقتي ما شاء الله بقى، انا اللي اقول لك حيل عليك ما شاء الله. انا بقول عشان تنجح بمريض تعمل ايه؟ تسمع له كويس وتعرف الاسباب. دكتوره جوليا بقى عايزين نشكرها. جوليا جميله. جوليا اما اتصلت انا او يعني عبد الرحمن هات لي الارقام دي انا عشان السكر نظر يعني، هات لي ماما سيبيني انا. قلت له بس ليه؟ قلت له انا هاخد العلاج. انت مالكم؟ انا عايزه ليا يعني، هو انا كنت طالبه على اساس هو كان مقتنع ان ليا. فكلمت معاها وهزار وضحك طب ادهوني مقدر ما اكلمها على التليفون. من اول مكالمه لقيته في استجابه وفي بقيت جالنا العلاج بعد يوم. انا شايفه ورا الكاميرا، مش هندخله دلوقتي، لكن انا شايفه ورا الكاميرا اخوه مش مصدق. وبص بقى مش انا اللي يعني انا عايزاك المره الجايه دي جايبينه عشان ماشي يا دكتور دعاء. انا هخسس مامي عبد الرحمن واخو عبد الرحمن ودي بعتبرها الحالات اللي انا بتولى علاجها، لان علشان هي تكون حريصه على انها تفقد ابنها الوزن. ولا بعيدا عن التكاليف الماديه، انا بصي انا هخسس اخو عبد الرحمن اسمه ايه؟ ده يوسف. يوسف انا ما كنتش بقدر اجري في الشقه، هو بجري قدامه عشان يجري ورايا. تعملي له تمارين؟ نمشي طيب. ونوقع الانطريق مش مشكله، نجري كده ونلف عشان اجريه. انا بس عايزه اقول ان هنشوف دلوقتي صفحه فيسبوك الخاصه بدكتور دعاء سهيل علشان ما يحصلش اي لخبطه ولا اي حاجه. هي صفحه موثقه من فيسبوك وعليها تساؤلات كتير وعليها اجابات كتير وعليها طريقه تواصل وعليها كل حاجة تخطر على بالكو. اللي شايف الفقرة دي يعني مش بس فيسبوك، كمان في كمان على الانستجرام كل طرق للتواصل مع دكتور دعاء سهيل وفريقها اللي بيرحب دايما بكل تواصل وبكل اسئله في اي وقت. والله اتصل ساعتين بالليل لو قام ماما انا عايزه اكل كذا، اتصل بدكتوره جوليا اسالها تاكل ده ولا ما تاكلوش، تقول له كل وريني هتاكل. طب راي اصحابك فيك ايه يا عبد الرحمن؟ الاول يعني عامه في موضوع مثلا الكوره او كده، الاول لما كنت تخين انت تخين مش هينفع تلعب معانا بصراحه،
انت يعني تخين مش تقدر تجري وكده. دلوقتي هم اللي بقوا يعني تعالى عبد الرحمن العب معانا الساعه الكوره ديت كده. انت وانت بتكلم دكتوره جوليا ايه كانت معاناتك انك انت جعان طول الوقت؟ اول حاجه الشهيه كانت عاليه عندي جدا 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 جدا. اوكي. وبعد كده طبعا شكل الكرش وكده. هو صغير يا حبيبي، لو نشوف الصوره بتاعته قبل تاني نشوف تاني قبل وبعد. وعلى فكره الشكل العام مش الكرش بس. انا عايزه اقول ان سمنه البطن او الكرش هي اخطر انواع السمنه. صح. لان البطن بتضم اهم الاجهزه لجسم الانسان، فلا يمكن ان الاجهزه دي تقوم بدورها على اكمل وجه في وجود خلايا دهنيه. ممكن وهو نايم يشخر، والشخير الحميد بيكون سببه خلايا دهنيه، يتخلص من زياده الوزن يبطل يرجع ينام طبيعي نفس. ويبقى طبعا ويبقى نومه ويبقاش نوم متقطع. ده بجد بجد يعني بعد اول كورس خدته حسيت ان انا بدات ان انا اتنفس بجد، ان انا الاول انا كنتش بعرف اتنفس اساسا. نهجان وانت بتطلع السلم. ايوه بيطلع السلم معايا، يقعد معايا على السلم، انا بقعد في التالت على كرسي. هو بقى كان بيقعد جنبي يعني. فين راح فين دلوقتي؟ بقى بيسبقني يفتح لي باب الشقه. ما شاء الله. طب انت خسيت كده قد ايه؟ انا 35 كيلو بالظبط. في قد ايه دولت؟ في انا خدت كورسين بالظبط شهرين. شهرين يعني ان شاء الله. شهرين 35 كيلو ما شاء الله. لا قوه الا بالله. مش هتقول لماما مش معايا ثمن الكورس. انا الموضوع ده معايا من النهارده. انت وماما واخوك من الشركه. سامع اخوك ورا الكاميرا؟ احنا اهو ببص له بصغر له ورا الكاميرا. فان شاء الله يكون يعني مبادره سؤال 2021 ياخد قد ايه؟ هو لسه في رايك دكتور انا عايز ياخد قد ايه؟ عايزاه ينزل 20 كيلو كمان. لا يا دكتور انا عايز انزل 40 كمان. لا. ليه يا ابني حبيبي؟ انت طولك انت طويل على فكره. عبد الرحمن 190 195 يبقى انت اقف. طيب اقف طبعا. افتح السوس ما شاء الله. انا عايزه بقى اشوف الكرش كده. ايوه كرش ما فيش كرش. شد التيشيرت كده ما فيش كرش. بص للكاميرا. ايوه بص ناحيتنا كده شويه. مفيش كرش يا عبد الرحمن. الكرش ده انت غيرت دولابك طبعا. طبعا طبعا وجبت كل اللي نزل. الهدوم دلوقتي مثلا البسها لا يعني. اتفضل. ممكن اسالك حاجه؟ انا ليه سالتك كانت مشكلتك ايه وقلت لي شهيه؟ فعايزه اسالك اصحابك بيخرجوا بقى بالليل او عارف الجانك فود بقى الاكل أيوه. السريع وكده أيوه. هتقول لهم ايه؟ لا ما باكلش. لا لا بصراحه لما خدت الكورس إيه؟ وكده الدكتوره جوليا قالت لي انت هتعيش حياتك الطبيعيه جدا. وبعدين انا الاول يعني كنت عايز اقول لحضرتك ان انا كنت باكل 3 رغيفه في الطاقه الواحده. دلوقتي انا ما كملش اللقمه. مش الطاقه في الساعه حضرتك صلح حاجه. الساعه ساعه وساعه يقول لي جعان لسه واكلين من ساعه جعان. يا حبيبي الصغيرين على فكره كمان كده. اما بيعتاد الفرد على انه ياكل كتير فبيبوظ معدته. يعني ايه يبوظ معدته؟ يعني بيكبر حجمها فمساحتها كبيره. فدايما انا باكل فانا ما مليتش المعده كلها، فلسه الشهيه بتلح عليا، لسه انا جعان، لسه انا محتاج وصلتش إن للشبع. ايوه. فعلشان كده انا علشان املى المعده دي ان انا اديله نسبه عاليه من الالياف. اديله نسبه من 5 مللي جرام من البسيليوم. 5 مللي جرام دول بينفشوا داخل المعده وياخدوا حيز كبير داخل المعده ويكبروا جوه المعده وبياخد بيكمل بقيه المعده، فما بيسيبش يعني تلت المعده فقط، فبيلاقي نفسه اكل يعني تلت اللي يقدر عليه وبيشبع بسرعه. مع مرور الوقت بيحصل ايه؟ ان انا ما باكلش النهارده وما باكلش بكره وما باكلش بعده، وقعد شهر ما باكلش، المعده بتصغر. بيحصل لها زي انكماش شرينك. اما بيحصل لها ده بيبقى المعده حجمها صغر طبعا. فهو الوجبه صغرت فاعتاد على قله الاكل. الموضوع بسيط ده ليس معقد يعني. بما ان يعني في العديد والعديد من الالياف والمواد العشبيه الطبيعيه الامنه على الصحه 16 سنه، فما شاء الله ما فيش اي اعراض جانبيه، فما شاء الله النتيجه كانت خير بان هو فقط 35 كيلو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي عايز يبقى زي عبد الرحمن وربنا كده يعني يسهلها على كل واحد زايد في الوزن، لان دي مشكله بجد بتضايق وبتعصب. ولا انت عارف تلبس ولا عارف تلعب مع اصحابك كوره ولا عارف. والبنات على فكره في السن ده البنات شيء مهم جدا انك انت تبقى
يعني شكلك حلو خليني ابقى صريحه يعني يا عبد الرحمن. يروح على طول على صفحه الفيسبوك الخاصه بدكتور دعاء سهيل، مواقع التواصل الاجتماعي كلها مش بس فيسبوك لكن كمان على الانستغرام صفحات دكتور دعاء سهيل ما شاء الله موثقه كلها، تقدروا تبعتوا الحاله انتوا قد ايه وزن عايزين تفقدوا قد ايه، عايزين تتواصلوا مع فريق دكتور دعاء سهيل علشان تبداوا بالفعل الكورسات، ما تضيعوش وقت، احنا نستغل فتره كورونا ان الدراسه يعني مش كلها في المدارس فما تقعدوش تاكلوا في البيت ويزيدوا وزنكم كده. لا اكيد. دكتور دعاء قبل ما اختم الفقره، وطبعا اشكر عبد الرحمن وام عبد الرحمن شكرا جزيلا على وجودكم، نفس الكورسات دي بيحصل لها تظبيط للي اصغر كمان، للي اصغر شيء مختلف واللي اكبر بقى وممكن بالأصغر. يكون في سنه وممكن يكون عنده 10 سنين. أيوة. فاكيد الكورس اللي مناسب ده عبد الرحمن 16 سنه غير 10 سنوات، نسبه الماده الفعاله كلها مرخصه وزاره الصحه، ولكن النسبه اللي بيها دايما الجرعات بيتكتب من سن كذا لكذا، بياخد باكت واحد من سن كذا لكذا، وده مش يعني ده ملوش علاقه بالمريض، لا الخبير المتابع هو اللي عارف هيساعدك ازاي وهينقصك الوزن ازاي. 33 كورس داخل الشركه لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه. يعني مفيش بقى حجة بقى بعد كده غير ان دكتور دعاء تيجي لنا البيت بقى وتحط بلاستر على بقنا. بوجه جزيل الشكر للضيوف اللي نوروني النهارده، عبد الرحمن ووالدة عبد الرحمن، وطبعا ضيفتنا دائما اللي بتسعدنا وبتدينا امل في اننا نفقد الوزن الزائد اللي مضايقنا جدا ده، دكتور دعاء سهيل، دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة اطفال بلا سمنة وشباب أصحاء زي الفل بإذن الله، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على نمو الجسم. دكتور دعاء بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. بشكركم على المتابعة، أشوفكم الحلقة الجاية يا رب على كل خير. باي.